والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اصحاب، اخباركم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. رجعنا لكم النهارده في فيديو جديد من اعدادات الهيد شوت. وقبل بدايه الفيديو يا صاحبي، لو انت مليت ومش لاقي اعدادات الهيد شوت بالنسبه لموبايلك، اكتب نوع موبايلك في التعليقات وابعته لي في رساله على انستجرام، وانا هعمل لك فيديو بشرح فيه الاعدادات الخاصه بجهازك. وفي البدايه يا صاحبي، ما تنساش تشارك القناه مع اصحابك عشان الكل يستفيد. ومن غير ما اطول عليكم، يلا بينا على الاعدادات. Taking you to Malibu tonight. Hop in, baby, we can take a ride. Give you what you dream of. وفي البداية صاحبي، ممكن تجرب الاعدادات من غير دي بي اي، لو ما ظبطتش معاك تعمل الدي بي اي. ودلوقتي يا صاحبي، بعد ما شفت الاعدادات، انا طالب منك انك تطبق الاعدادات بالظبط وتدخل على مود التدريب تجرب الاعدادات. ولو واجهت اي مشكلة يبقى السبب يا صاحبي في طريقة رفعك للايم يا صاحبي. ولو عاوز تعرف كل حاجة عن الايم وكيف ترفع الايم، انا عامل فيديو في القناة فيه شرح كامل، بس انا ممكن اديك نبذه بسيطه دلوقتي يا صاحبي. واللي ممكن يكون اختصار بطريقه واحده صاحبي، انك ترفع الايم بطريقه نص دايره وباتجاه راس الخصم. يعني زي ما قلنا قبل كده، اهم حاجه ان هو تكون بترفع الايم باتجاه راس الخصم، ويكون ده اللي هيفرق معاك حاليا يا صاحبي. ده لو حصلت معاك مشكله في الاعدادات، جربت الاعدادات ودخلت تدريب وجربت اكتر من مره، لقيت الاعدادات ما بتجيبش هيتشوت، بتبقى الغلط في الايم بتاعك يا صاحبي. فانت المطلوب منك لو لقيت الغلط ده، انك تظبط طريقه رفعك للايم، والاعدادات هتلاقيها مظبوطه معاك وكل حاجه. وبكده يا اصحابي، كنا خلصنا فيديو النهارده، وكان معاكم عبد الرحمن من قناتكم خبره، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.